بتحب تختصر الكلام وتعبر بوجوه مبتسمة حزينة أو حتى اللي بتموت ضحك، هذا حلو كتير لأنه اخترت الاختصار لتوصل الفكرة. بس ما سألت حالك ليش صرت بتعبر بس بهاي الوجوه ونسيت تكتب جمل؟ لو وصلت لهي الدرجة معناتها بطلت تعرف تعبر بكلمات، وهذا لأنك شوي شوي عم تفقد اللغة. الأكثر من هيك، إذا كنت تتعامل في مجال شغلك بنفس الأسلوب، يعني أنت بنظر مدراءك شخص غير كف، وكمان بتعطي انطباع أنك مو شخص جدي، والأسوأ أن مديرك ما فيه يعتمد عليك. ما تنسوا تتابعوا برنامج نجوم بلا حدود على الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية.